الموسيقى اللي بقدمها بشكل عام هي مزيج من عدة عناصر. أنا دارس موسيقى كلاسيكية بالأساس، بس كمان مهتم جداً بالارتجال، بألف بكتب موسيقى. هي فيها عناصر من كل هالشغلات اللي طلعت عليها بحياتي. العناصر الأساسية فيني أقول الموسيقى الكلاسيكية، جاز، ارتجال حر، بس كمان مرات بيمرق فيها عناصر من الموسيقى الإلكترونية مرات. بالآلات الموسيقية في عندك ميزة إنه أنت فيك تختار صوتك. نحن هلا بشرياً صعب إنه أنا غير، يعني في صعوبة معينة بالموسيقى فيك. فصارت الفكرة إنه أنا بدي أدور على صوت اللي هو بيعنيني أكثر شيء. والكلارينت لها ميزة أنا بحسها إنه هي بتشبه صوت البشري كثير. في جملة دائماً بعيد وبكررها هي إنه أنا أسهل لي هلأ أعزف لك ما أحكي لك. أنا بحس الكلارينت تحولت لتكون صوتي الحقيقي فعلاً. أنا كيف أنا بتنفس أنا وعم بعزف ما بفكر فيهم، يعني بتصير. كيف هلأ وقت نحن عم نتنفس عادي، إذا مجرد ما تفكر بتنفسك ما بتعرف تتنفس. وأنا بالكلارينت هيك، مجرد ما أفكر إنه إمتى هلأ فيني أخذ نفس هون ما فيني أخذ نفس هون، ما بعود بعرف. علاقتي مع الصوت اتطورت مع الوقت. يعني أول فترة، أول ما الواحد بيتعلم آلة موسيقية بده يتعلم يطالع صوت، وتطليع الصوت هو فيها شيء فلسفي. هلا ما بدي فتلك كتير بالتفاصيل، بس بحب أحكي بهذا الموضوع لأنه كتير بيهمني. أنت عم بتعلم في ريزيستنس، في مقاومة معينة. الصوت يبدأ من العدم وينتهي بالعدم. ما هي الموسيقى لأنه فيها كتير، ما هي مبنية على الكونتراست، على التناقضات، وكتير في محل وجود الصمت بمكان معين بالقطعة. ممكن تكون ذروة القطعة موسيقيا هي لحظة صامتة، وهي اللي بمرات الواحد بيحس إنه أشعر بدها. أكيد فكرة احترام لأن هي الآلة، هي أداة، هي وسيلة تقنية طورت لتقدر تلبي رغبات المستخدم. مشان هيك أنا ما بحس في حدود لكيف راح بيستخدم الآلة. طبعاً أنا ضد الواحد يكسر الآلة، بس أكيد الآلة هي يفترض تستخدم للماكسيموم، وحتى ما في ماكسيموم، دائماً أنت فيك تكسر الحدود.